الاثنين يا رشيد اللي مش يديرون في مش يدي مش دايرين المباراه، دايرين كرواتيا كلها، مودريتش وكوفاسيتش اللي عملوه في المباراه لا يصدق. انت ما تقول هذاك سن مودريتش ما شاء الله، لا لانه كواحد يعني لياقه بدنيه عاليه، اكيد كانوا تيديروا الربط ما بين خط الدفاع وخط الهجوم، وكانوا دائما يعني واحد التنسيق، فمن بينهم كانت واحد يعني العمل اللي قاموا به من ناحيه الدفاعيه ومن ناحيه الهجوميه. اذا كانوا لما يكون عندهم الكره يوصلوها بسرعه منطقه العمليات منطقه الهجوم، وكذلك في الارتداد يتردوا بسرعه ويكونوا ذاك الرابط الاساسي ما بين خط الدفاع وخط الهجوم. اظن بان اللاعبين الاثنين كانوا اليوم يعني اخذوا الدرس من المباراه الاولى ضد المنتخب المغربي، واليوم يمكن ازروا كما 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 المفروض يكون، ولا كوبا كريس ولا مودريتش، لانه لما تبغي يكون عندك فريق قوي وانت خارج ما شاء الله تعرف هذا الشيء، يكون عندك وسط الميدان عنده ثقل، تربح الثنائيات وسط الميدان اللي ما يضيع كرات كثيره، كل الكرات تمشي يعني للامام والكرات اللي تخلق بها فرص. الاثنين ممتعين اللي خرجت هي مناطق التمرير في الثلث الهجومي للاعبين، فنتكلم عن الثلث الهجومي للاثنين، دائما لعبهم للامام، تواجدهم للامام، لما يكون الناس تبحث عن لاعب بقيمه مودريتش فما بالك لو عندك لاعب مستنسخ منه اللي هو كوفاسيتش. الاثنين محركات كرواتيا، وهم الاثنين تبغى توقف كرواتيا اوقف هؤلاء.